المركزية للجنة المركزية ولكم منا تحية ولكم منا تحية ولكم منا تحية واشبع يا جلاشن من لحم الصهيوني يا ويلي يلا يا غلابي يا ثورتنا غلابي 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 اللي تفجر دبابي غلابي ما حدا يزود علينا وابو مازن جوا علينا ابو مازن جوا علينا إن حركة فتح موحدة خلف السيد الرئيس، وبالتالي جميع أبناء شعبنا الفلسطيني ملتفين خلف سيادة الرئيس، وأنه مؤكدين أن السيد الرئيس هو رمز الشرعية الفلسطينية. ممكن أن نختلف أو نتفق معه في زيارته الأخيرة في تعزية في العزاء، ممكن أن نختلف أو نتفق، ولكن لا يمكن أن نختلف أنه رمز السيادة ورمز الشرعية الفلسطينية. كنا داعيين كناشطين وكشباب وطنيين إلى جنازة رمزية لكل شهداء فلسطين، رفضاً لممارسات الرئيس محمود عباس لزيارته ومشاركته بجنازة السفاح والصهيوني والقاتل بيرس. وجاءت هذه الجنازة الرمزية رداً على هذه الممارسات والسلوك الذي يعتبر أنه هو خارج الصف الوطني. ولكن ما حصل أنه وقبل تجمع المشاركين في المسيرة جرى الهجوم والتهجم علينا من عناصر من الأجهزة الأمنية بلباسها المدني، وصار بطريقة تدافع تحديداً على الشباب المشاركين، وتم الاعتداء بالضرب على عدد من المشاركين في هاي الوقفة.